يا أهلا وسهلا، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أرجو أن تكونوا تمام الصحة والعافية. فوقي صار أنا على الطائرة هذه أو المدمرة خلنا نسميها Father of Bride، طبعا أنا سميتها Father of Bride، تقدر تسميها اللي أنت بيه، مو اللي أنت بيه، هم يحطون لك خيارات وتختار واحدة وتسمي طيارتك. هذه طيارتي أنا الخاصة فيني يعني كجندي. هذا المكان أنا اللي يطلعون منه نسخي، اللي داخل يشوفون نسخ مني، كل ما مات جندي يلعب فيه يعطوني واحد ثاني. تحت يسار تشوفون اسمي ورتبتي، كديت متدرب ليفل 1 إلى الآن، توني بعد اللعبة خلصت التدريب، بس شوف شلون ألعب اللعبة أو شلون تلعب يعني. وصلنا عند الأخت هذه، الأخت هذه أوه أقدر أضبط طيارتي. إذا انتهى أوكي. الأخت هذه راح تقول لي إني أروح هناك على البرج، الجسر قصدي. زين، الجسر هو هذا المنصة هذيك. باختصار هيل دايفرز، اللي ما يعرفها اللعبة عبارة عن 4 لاعبين، كانت تصورها قبل من فوق. زين، الجزء الأول وكنت تنزل على كواكب، الكواكب هذه فيها مهمات تأديها تخلص، بحيث إنك لنصرة البشر وكوكب الأرض المتطور. حنا الحين على مدار المريخ بالضبط يعني. شنو الفكرة؟ إن العالم صار فيه يعني احنا تطور لدرجة ان احنا بدأنا ننتشر كبشر في الكواكب والمجرات، واكتشفنا ان فيه انواع ثانية غير البشر موجودين في هذا العالم، اللي هم الاليات هذه اللي هم الاحمر، وهذه الحشرات. طبعا اللي قاعدين تشوفونه الاليات هذول ما عندهم الا خانة واحدة. يصير تسكت اخوي، ابشر طال عمرك. زين، الأرض بالنص تشوفونها، هذا وين مكاننا حنا. الأصفر هو عبارة عن احتلال الحشرات ووصولهم إلى الأرض بحيث أنهم يأخذونها منا. الأحمر نفس الشيء. طبعا هذه الخانة فاضية ليش؟ اليمين تشوفونها، لأن في فضائيين. الفضائيين هذا نوع ثالث، طبعا هذول حشرات مثل ما قلنا، هذول آليات، وفي فضائيين، أو أظن أن في جيش رابع راح يجي ما أدري عاد. زين، ف الفضائيين مو موجودين الان، شكلهم راح يجون دي ال سي مع الوقت، لان يبيلهم شغل واجد اظن على الفريق نفسه. ف شنو يصير؟ كل مره تنزل على كوكب من كواكب الاعداء وتحتله منهم، تفوز بالمهمات اللي يعطوك اياها. جتني رساله من الارض. اوكي، يقول لك ان الارض والحريه كوكب تحت هذا. Between Super Earth and Town. يعني هذا يعني إن فيه هني ألف لاعب، فيه هني 16,000 لاعب قاعدين يلعبون داخل هذه الكواكب، قاعدين يحاولون يحتلون المكان. شوفون قاعدين يحتلون الأعداد الأزرق والأصفر. شو يصار فوق؟ عندنا 17,000 واحد شقارين في العالم. إحنا هني هذا شغلنا، هني ما في شيء، لأن للحين ما احتلينا هذه المنطقة، لازم نحتل هذه المنطقة وندزهم إلى النهاية. فنختار هني. زين، يعني يقول كتدريبهم قالوا خذ هيث وانجلز فينشر، هذول لانهم اسهل اثنين. فهني في 6,000 واحد وهني في 9,000 واحد. فنضغط على واحد. ها، هذا الكوكب ثلجي، هذا يعني اني راح امشي ببطء. ف ما عندنا الا العملية هذه بس اظن. لا، هذه العملية ايضا. شنو في بعد؟ حلو، اقدر الف بسرعة بينهم، هم 3 عمليات فقط. خل ناخذ هذه. يقول لك اوكي، راح اوريكم شلون تلعب اللعبة. تختار مكان تنزل فيه، هي هذا الكوكب تشوفونه على اليمين. خل اضغط اشوف شنو يصير. اوكي، وصلنا الى هيث، كوكب هيث نبي ناخذه. طبعا هذا كوكب الحشرات. الاليات الى الان ما ودوني لهم، لان يبدو انهم هم اقوياء، لانهم فعلا هم اقوياء اصلا. ف لازم نركب هني بوحده من هذول. طبعا اذا معك ربعك تقدرون كل واحد يركب وحده عشان تروحون حق الكوكب يسوون لكم انزال. تمام، لازم الحين اختار المكان اللي انزل فيه. طبعا عندي مهمتي شنو؟ لازم اذبح رئيس الوحوش اللي هني. ما اقدر اسوي زوم ان زوم اوت. افكت شنو؟ يقولك انه برد والطلقات راح تكون
بطيئة، والنظر عندي شوية مو زين لأن من بسبة البليزرد، بليزرد اللي هو الصقيع خلينا نسميه. خليني أنزل هني عشان يمديني أصل لهم. تمام، الحين لازم أختار الأسلحة حقتي اللي بأخذها معاي. طبعا أقدر ألبس، أوه أعطوني الملابس هذه، إيه صح لأني مسوي بري أوردر فأقدر ألبس اللي أنا أبيه. كله نفس بعض بس شكل يعني لا أكثر ولا أقل. ف قبل كان في واحد أنا أحبه حيل، طبعا هذول كلهم نفس الشيء بس هذول حقات بري أوردر. أوكي بتنزل تراستينو أديشنال. خل أخذ الأبيض، خل أخذ الأبيض. سيلكت إكويب باك إكويبمنت مرة ثانية. والله هذا كشخة بس لازلت جندي عادي. ف سي وزي ميديوم وهيفي، هذا ثقيل شكله بطل هذا. خلني لحظة، اي والله شو عندي سرعة تقل بس عندي الدرع يزيد حيل. هذول كلهم نفس بعض شوفون. هاي ارمور ريتنج. في يعني مجال انك تموت بطقة واحدة هني. هاي ارمور هذا نفس هذول عادي. لا استغفر الله، هذول اذا طقوك ذبحوك ممكن انك ما تموت بسرعة. و يكنسل ال لحظة، والله هذا بطل حيل. بس خلنا على الابيض، خلنا نروح ابيض. شلون ارجع انا ماني عارف اذا كنت اختار كل مرة كذي مو حلوة. زين الحين ما في شيء الى الان هني بس شكل لا اكثر ولا اقل. ف ناخذ العادي، خلينا نحط الذهبي ما يضر. الاسلحه اسولت رايفلز، عندي اسلحه واجد او انواع اسلحه واجد بس ما عندي الا رشاشين الحين، العادي والنايت. ناخذ النايت، نايت اللي هو مال الطلب المسبق. كذا انا خلصت، باقي استراتيجم. شلون اعدل الاستراتيجم حقي؟ ايوه استراتيجمز هذه هي. لحظه، هذه اشياء ثابته. زين اقدر اشيل اربعه. اوربتال، هذه ابيها، هذه حلوه حيل. وهذه رشاش كبير واوربتال. هذه قنبله من فوق يطق معاي طيارتي، تطق قنبله بحيث انها تذبح مجموعه من الوحوش. فتعالوا خلينا نشوف شلون تلعب اللعبه. طبعا انا قاعد العب روحي الحين، اللي بينضم لي حياه الله نزل اللعبه قول لي انضم لك واهلا وسهلا يعني. وشو الناس اللي تنزل، والله حماس. حلو تمام، نزلنا الى كوكب هيث. نضغط تاب نشوف الخريطه. اوكي اقدر اخلي الخريطة بس لازم امشي شوي شوي، فمهمتي انا مني خليني اروح اسويها على السريع. طبعا تشوفون لان في ثلج فتشوفون المشية صعبة صح تذكرت في شغلات مهمة باللعبة اللي هي هذه القطع. تشوفون اظن هذه القطع، لا والله مو هذه القطع، في قطع منتشرة في الكواكب، اذا جمعتها تفتح لك تطويرات، تطور اسلحتك، تفتح اسلحه جديده. ف ايوه تشوفون لمعة هذيك، هذه واحده من القطع لازم ناخذها. اوكي انتراكت. شنو هذا؟ شنو؟ اخذت. اوكي طلقات. Find and collect samples. These resources are shaped by the entire squad and air are to upgrade your destroyer. زين اللي انا ابي وين القطع اللي انا ابيها؟ هذه اللي هي حقات ريسيرش. هل هذه هي؟
أظن إن هذه هي. أظن ما متأكد، بس المفروض إنها تبين أحسن من كذي صراحة. خل بس أشيك شو ممكن توزع هذه الأدوات لأنها مهمة حيل بالنسبة للعبة. عندي استامنة تحت، عندي استامنة. خل أشيك عند العلم هذا كذا في شيء نقدر ناخذه. شو هذيك شغلة تلمع، خل نروح ناخذها. تمام. خل أشرب قهوة على ما أوصل. تمام. أنا بس أعرف شكل القطع صراحة يعني، لأن ودي أجمعهم. طيارة. سوبر كريد. فلوس باللعبة، في فلوس صار. جميل. طلقات. خل أخذ قنابل ما يضر. ناخذ طلقات بعد. أوكي، هني علامة العين يعني. كيس أوف ديمقراسي سترا. بريميوم لايت. بير. اوكي هذا بير اللي هي علاجات. تمام. هذا شكل، اظن ان هذا شكل التطوير. ايوه هذا هو شكل التطوير فعلا. ما علينا، خلاص دام هذا شكل التطوير هذا يعني انه لازم اقرب له عشان يبين. هل زرقة هني؟ اي والله فيزيائيا زرقة فعلا يعني جايبينها صح. ف خلونا نروح لمهمتنا. في صوت حشرات، يجيبون هذيك حشرات. انا بروح اذبح البرود مادر حقتهم، عندهم ام خلنا نذبحها عشان نخلص من هذا الكوكب. اوه صادوني؟ لا ما صادوني. تمام. كنترول تفتح لي هذه. تمام. اي صح. خلنا نزرع الشاشة اللي بي. صادني واحد. لا ما صادني. خلينا نزرع الشاشة. لا الحين شوف شلون اطلب. اوه طيارتي فوقي والله وناسة. هذه هي اعطوني سلاحي البطل حقي طبعا مثل ما تشوف. اوه كول داون 7 دقائق على ما يخلص السلاح هذا، على ما اقدر انزله مرة ثانية. ف معاي رشاش هذا الكبير الحين طبعا. طلقاته ضيع واجد بس يبقى اقدر ابدل بينهم. واحد يعطيني السلاح العادي، اثنين مسدس، ثلاثة اللي هو السلاح الاضافي اللي انا ضايفه. وين الام حقتهم؟ انا بيجلد الام على طول. المفروض انها داخل زيادة، يمكن هناك عند العلم. خلنا نروح نشوف هل اقدر ادخل الماي ولا اموت. والله ما ادري، اظني راح اموت. خلنا نشوف الارض. لا اوه راح اقرق فعلا. هذول اذا شافوني هذول شو يسمونهم، هذول اسمهم سكاوتس قبل نسميهم احنا. اذا شافك يصارخ ويطلع حشرات اكبر منه يعلم عليك يعني. اوكي في وقت، الوقت يحتسب عليك. كل ما كنت اسرع بالمهمه كل ما اعطوك نقاط احسن في تقديرك. ف تمام حلو. هذا السامبل من وين يبين؟ بس بعرف انا من صادوني والله. اوكي شكله كذي يبين، لازم اقرب له عشان يبين. حلو اخذنا سامبل زياده. وين الام حقتهم؟ خل اروح فوق. هذا المكان حلو حق اني اخذه كنقطة مرتفعة بحيث اني ادافع عن نفسي. تمام عندي سامبل، هذا حلو. سامبل بعد زيادة، جميل. وين الام؟ المفروض انها هني هي. شكلها هناك في هذيك الفتحة، مالنا الا نروح هناك ونقاتل الى ان نقتلها ونخلص منها. طبعا يقدر اصوب الطريقة هذه إذا أبي أقدر أرمي بالطريقة هذه، أو إني أضغط. يا الله مكان الحشرات قبيح. وين أمكم؟ والله يجلدها. إن شاء الله ما أفشل نفسي عاد وأموت بسرعة.
في صوت ورا الصخور هذه. طبعا فكرة انك الحين تقدر تلعبها كروس بلاي بي سي وبلاي ستيشن، اي واحد من ربعك انت. اوح اوكي، المفروض ان هذه نبهتهم، صادوني بس قبل. اوح في يميني ناس، دخلت حق الارقام انا، والله خربت على نفسي. لا صرخوا. اوه اوه هذه الام لا 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 تقعد لا تعبين. اوه على اخر لحظه، يا الهي ما هذا. اتم جي تمام. هذه امهم والله ما تموت. ابي سلاح بسرعه. اه ماتت حلو، خلاص المهمه. خل اسوي شوف شوف هذا، شوف شوف الطلقه هذه، شوف الطلقه هذه. 3 ثواني، ثانيتين. اوه طبعا كله من سفينتي انا، فكل واحد معاه سفينته. اه الاخراج هناك، لازم اروح هناك. يا الله يلا يلا يلا، ما اقدر اعبي سلاحي الكبير. لاحظت ان سلاحي الكبير لازم اقعد عشان اعبيه، الشيء هذا خايس. خل اقفز مني، هل راح تعور؟ اح والله راح تعور. حلو طبعا احنا نجرب، لازم تعلم اللعبه. انا مثل ما تعلمناها اول مره، قبل كنت العب روحي وادش اصعب كواكب باللعبه وافوز يعني، ف كنت حيل حيل احب اللعبه، كنت حيل احب اموت واجد بعد. لا طاح، لازم انزل عندها. اوكي بروح عندها، وين هي المفروض صح؟ وين اغراضي؟ والله القنابل هذه ما كنت ادري انها قنابل اصلا، الزرقاء هذه. ف وين كان المفروض اني؟ ايوه لقيت اغراضي حلو. خل اخذ بس هذول، هذول اهم ادوات عندي. لا 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 تعبي تمام. خل اركض حق طيارتي. وين الخط حقها؟ هناك طيارتي، لازم اروح لها. طبعا الحين مطاردة. يا الهي لا تكفى، يمدي يمدي اذبحها. اوه على اخر لحظة، اركض اركض اركض. والله اللعبة انا اشوف للامانة توقعت انها راح تكون سيئة بصراحة يعني، لان تصويرها صار 3D. ف وراي وحش سريع حيل، لازم الف ورمي. زين توقعت ان اللعبة لما صارت التصوير هذا سيئة، لكن لا والله احسها صارت اكثر حماس. ليش؟ لان كنت قبل كنت اشوف الصورة من فوق، ف تشوف كل شيء يجيك وكذي، فالحين لا لازم تشوف شنو وراك شنو قدامك وما الى اخره. ف حلو باقي 30 دقيقة وتمشي طيارتي، انا شلون اطلع مني؟ لازم اطلب. يا الله يهديني، انا ايش سويت؟ فتحت ستيم حقي لحظة. لا 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 وخر، شلون اعطيني بنت؟ reinforcements speakers. انا بس ابي اعرف حلو جلدنا 7 مع بعض، شلون اطلع؟ extraction available. الحين توهم حطوا الاكستراكشن، وين الاكستراكشن عاد؟ لحظة انا مو فاهم صراحة، لحظة لحظة. معي 7 طلقات فقط. خلصت طلقاتي. لحظة ضعت ضعت يا جماعة. يا الله نفس المكان اللي ذبحت فيه هذا الحشرة اظن. الشكل الازرق هو الاخراج، اوكي. يلا يلا. الله يسامحكم، ايش سويتوا فينا؟ خلتوني الف كل اللفة هذي. اظني اقدر اطلع مني. اي والله هذاك الاخراج تشوفونه. هو جهاز نفس الشكل هذاك، واطلب طلب احط نفس الكود.
بحيث انه يشتغل بسرعة. اذا اشتغل بسرعة هذا يعني اني راح يجي تجي طيارة تاخذني. ف يلا الحين بعد انتوا عبالكم راح يستخرجوني بسرعة، لا شوف شلون الاخراج يصير. راح اطق الكود، بعدها ادافع عن نفسي لمدة دقيقة، هذا اللي قبل، الحين ما ادري عاد. فكإضافة للحماس يحطون بعد دقيقة ان ابي طلقات حق سلاحي الكبير اللي هو رقم واحد هذا. الحين لازم اطلب الطيارة. لا لا دقيقتين يا الله. ابي بسلاحك ابي بسلاحك. خلاص الحين عاد خلاص الحين كل الحشرات يدرون اني انا موجود هني. فالمفروض انهم اوكي تمام. الان ذبحت ثلاثة. في وحوش جاية. لا 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 عبي بسرعة. اركضي. اوكي خل افتر فيهم. حلو. ذبحتني. زين ابي انزل على المكان اللي ابيه. لا ما جاء صح. باقي دقيقة وتنزل الطيارة. فمعي ارواح انا بالحكي، معي ثلاث ارواح تشوفون من فوق. اهم شيء العينات سبيهم، الباقي عادي كله نقدر نتصرف فيه. اوه كم باقي؟ 30 ثانية. طلعوني. اوه في ناس مني. 30 ثانية. يلا يلا. لا ما نزلت. قرب لي. طبعا هذول كيوت الحين بعد ما جو الوحوش الاقوياء. هذه اسهل مهمة تعتبر باللعبة يعني. ايزي مود. وضغطها كذي، فما بالك المهمات المتطورة يعني. يلا يلا. جا جا جا. المفروض انه شو الكشخة هذه؟ كفو والله يساعدوني. لازم اوخر عنها كل نفس كل مرة. خليني اذبح قبل اطلع. يلا باي 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 باي. كذي احنا خلصنا اول مهمة باللعبة. هذه هي هيل دايفرز باختصار. خليني العب معاكم مهمة ثانية. يدي تهتز، انا مو قاعد العب باليد بس قاعد احس في اهتزاز عندي. حلو اعطوني هذه الاشياء، ما ادري شنو اللي اعطوني هذا لكن اعطوني فلوس. اخذت عينات خمسه، راح اوريكم، بحاول اني اوريكم العينات شنو فائدتها. الاكس بي 187 هذا يعني لفلنا ليفل واحد. ضغطنا على كوكب الحشرات بشويه طبعا بروحي انا، مهمه عاديه. المهمات الصعبه راح يصير الضغط زياده. ورحنا طيارتنا الاساسيه اللي هي يسموها ديستروير، هي المدمره خلينا نسميها. وصلنا الى طيارتنا. اظن ان الطيارة اللي توها طلعتني طبعا يحتفلون فيني. اوكي انا مستغرب، في شغلة غريبة حين ما صارت. ما انا كنت لابس كذي اصلا. راح اعود الى سفينتي. يدي فكرتي انلوك. ايزي اوكي الحين اقدر احط ايزي. اوكي شنو الاشياء اللي لحظة. هلا اختي شوية بس معلش همر بشوف شنو الاشياء اللي هني.
Warbound progression يقول لك medals spent، هذا شنو؟ اوه ميداليات، بحيث اني اقدر افتح الاشياء هذه، ملابس اسلحة. حلو حلو. سوبر ستور تقدر تشتري الاشياء اللي تعجبك. والله خذ هذه بطلة جدا. تمام. هذه الاشياء سوبر كريدت. طبعا هذه انا ما راح استخدمها لاني انا لست دفع جاد. تمام. فالعين هذه فلوس اللي تشتريها بالسوبر ستور، والوار بونز تشتريها في الميداليات هذه اللي هي هني. فاصعب وار بوند ممكن تاخذه اللي هو هذا اللبس كان موجود بالجزء الاول. اوكي اقدر اخذ واحد يصفق، او اني اخذ الكيب هذا. بانيشر باخذ بانيشر. بانيشر شوتجن فلازم اخذه. اوه لحظه شنو هذا؟ سبند 8. لازم اخلص هني 8 بعدين اشتري هني لين اصير محارب. محارب بطل جدا. خل اشوف سلاحي اللي قبل. هذا كان سلاحي المفضل قبل. لحظة. هذا بس شو اسمه سلاجر ما كنت احبه. قناص. حلو. الحين القناص لها معنى. ليش؟ لان قبل كانوا يعطونا قناصات بس كانت عادية. طبعا هذا نفس الرشاش الاساسي باللعبة، لكن هذا يخترق الدروع. شي هذا حلو حيل. هذا كان واحد من افضل الاسلحة عندي. يبي لي والله وقت على ما اوصله. طبعا انا راح العب اللعبة هذه كثيرا جدا، ف اللي يبي ينضم حياه الله لا يستحي. هذه شنو تسوي؟ بريميوم بلاير كارد. والله ماني عارف شنو هذه. اظن ان هذه الاشياء بطل بزيادة عن اللزوم. زي ما مشكلة. خل اشوف شنو ابي. ايوه المفروض ان نجي هني. اوكي هذا ما تسوي شيء. خل اسال الاخت هذه. ابشري طال عمرك. الحين اقدر نضبط طيارتي. هاي الدستروير حقتي. اقدر اشتري استراتيجيمز. قاذفة لهب. هذه بطلة. هذا السلاح بطل جدا كان. هذا كان يجمع نفس الطاقة بعدين يجلد اللي قدامه. زين شيب موديل. زين شيب موديل شنو يعني؟ اوكي هني بس شكل حق الطيارة و مثل ما انتم شايفين الصور هذي. انا ما يهمني، يهمني هذول الاشياء انا حيل. هذا يعني ان قبل كنت استخدم اي واحدة؟ كنت استخدم النار. خل اشوف اذا موجود النار نفس قبل ولا لا. طبعا شوف تقدر تنزل الرشاش يطلق عنك يريح على طول. لحظة. اوكي اقدر اشتري بسبب الفلوس هذه. تشوفون هذه فلوس الصفراء. تمام. طبعا هذا يقدر يخلص لك مشاكل واجد. اظن ان هذا السلاح معاي. هذا اقدر اشتريه. ستار واتش. شوف القناص هذه. فكرة القناص إذا فعلا تقدر تطق من بعيد وتريح وما حد يدري عنك، صدقوني راح ألعب قناص، لأن أنا من أكثر محبي القناصات في اللعبة. فراح أجمع 5000 الحين. تمام. هني أرمري كاركتر بادي تايب. أقدر أغير. أقدر أخلي نظام بطل ولا خله كذي. أحس شوية Liberty, Helldiver, Democracy. I will protect Liberty, Prosperity. Liberty will not fall. Liberty, I fight. Liberty, Prosperity. خلنا لأن الصوت مرة مساع صراحة كان شوية يعني أنا رجل ما يصير تحطوني شو اسمه. عندي هذه بس الشكل. هذا شنو؟ سلوت. أوكي. بلاير كارد. بلاير كارد. الكارت حق. أوكي. تايتل. هذا لأن أنا مسوي شو اسمه. سوب ديلوكس إديشن وبري أوردر أعطوني سوبر سيتيزن. خلنا نحطها. كشخة لا أكثر ولا أقل. ف شنو باقي؟ شنو الأشياء اللي أقدر أسويها؟ هذا ويبن أندر كار. أوكي. الطيارة هني والأسلحة هناك. تمام. الحين نروح نسوي مهمة ثانية.
Operation Valiant Enclosure has been. زين المرة هذه شنو بسوي؟ أبي ألعب مهمة. زين أقدر أطق R وخلاص. لحظة إي ميديوم. آه هذول صعوبات اللعبة. يا الله قبل كنت ألعب على هيل دايف طبعًا. أبي الأساسية. خلنا على ميديوم. أبي أنضم مع ناس شلون؟ خل أجرب إني أدخل مع عالم. This planet will be part of the barrier that holds the terminate spread. أظن الحين لازم أفتح نلعب أونلاين. Public. جميل. Find game. شلون نسوي find game؟ ما بيزي. خلنا على medium. لازم أخلص easy. Trivial عادية. تو اللي قبل شوي عادية. بعدين أصعب. بعدين أصعب أصعب أصعب. خلنا على easy الحين لأن محتاجين نخلص على الايزي. نفس الشيء كوكب هيث او هذا الكوكب. هذا الكوكب احسن طبعا يكون يعني عادي. بس لحظه لو خلصت كوكب هيث شنو ممكن يصير؟ سفر بس ليبريت اور بلانز بين سوبر ايرث اند بارير فوكس اكستراكت سكسسفل. اوكي خلصت مهمه من ثلاثه بهيث. خليني اخلص مهمه ثانيه وثالثه. اظن هذه خلصت منها. تشوفونها اظن لا وين هي والله ما ادري. معنا ديفندر فريدم هذا اغتيال. هذه بروتكت اور واي اوف لايف فورم. خل اسوي مهمة اغتيال ثانية. وحشين الحين. خل اشوف هاي شنو نسوي هني. لا 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 لحظة اخوي اخوي لحظة لحظة لا لا لحظة 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 مرة ثانية مرة ثانية معليش. Extractor over this massive have ceased function. It must be. اوكي. خلينا نشغل مستخرج النفط. هذا فيه نفط هني. ف خلاص المفروض اني خلصت هني. اروح حق مرة ثانية لازم اختارها. ايوه. الحين اروح اشغل. قبل شوي كانت اغتيال. الحين نروح نشغل حقة مستخرجة النفط. فهذه هي المهمة. حلو. هذا الاستخراج حقي. هذه المهمة. اقدر انزل باي مكان. وش اسمه. اقدر انزل باي مكان واخلص مهمة بسرعة. اقدر اطب هني على طول عادي ترى. خلنا ننزل هني على طول. يلا. اكويبمنت لازم احط اغراضي مرة ثانية. شيء هذا مو حلو صراحة. لان المفروض انهم يحفظون اغراضي بس يلا. خل اشوف اذا شغلت على طول ونزلت الرشاش ودافعت عن نفسي هل اقدر اخلص بسرعه او لا. ما ادري. والله من الحماس مع اللعبه نسيت قهوتي صارت قهوه بارده. شوف العالم يتنزل يسار. يا الله حركات والله. اوكي على طول نزل لي رشاش. طبعا اذا نزلت عند المهمه بسرعه يصيدونك على السريع. ف مهمتي قدام. طبعا هم سمعوا صوت اسلحتي الحين. ف قاعدين يسمعون طلقاتي فيجون يحاولون يذبحوني. خل اشغل مخرجة النفط هذه. اوكي المفروض انها وين هي؟ هذه المفروض انها هي فوق ولا تحت؟ والله ما ادري. صارت حوسه طبعا. اوكي هذه هي. خل اشغلها. لازم اشغلها على ثلاث خطوات. تمام. فوق يمين تحت تحت فوق يسار يمين. بازل. لا 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 لحظة 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 انا ويني وين السوالف هذي؟ ما اقدر اشتغل تحت الضغط. لا 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 لحظة لحظة بطلع بطلع بطلع. ما اقدر اطلع. Get some!
خلنا نحاش، خل أغير مكاني شوية بس. أوكي راح أتعور طبعا بس لازم أطلع. لا 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 لا. أوكي أوكي أوكي. كان مرض أشتري الرشاش اللي قبل شوي صراحة. الرشاش هذا لازم أقرب عشان يطلق عدل. مات. حلو حلو. بسرعة بسرعة بسرعة. أوكي أيوة المفروض أن لا أيوة أوكي هذول ثابتات. أيوة أيوة صح. مو صح. أوه لحظة. أوكي أيوة يس. باقي المرحلة الرابعة. شنو هذا بعد؟ Adjust indicated values. أوكي لحظة 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 شنو قاعد يصير؟ أوه شكله مسكرات. لحظة لحظة خليني أشوف تحت شنو فيني. والله إذا كذي المهمة تصير صعب. أوه لا تكفى. أيوة حلو. شق هذا الأولى. أضبط عفوا أضبط عياراتها. أوه لا 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 مو وقته مو وقته مو وقته مو وقته. لا يكون فجأة المكان هذا. أنا والله شكلي لحظة إيش سويت أنا؟ ذاك عيار. بس أس أوكي أوكي أوكي. ما مات هذا. خلنا نضبط العيار هني بسرعة. لا لازم نفجر هذه. عب تكفى. وقتك عب. سو هيل. هذه لازم أخلص منها. أيوة. أيوة خلص. يلا. لا. لا 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 شقلها. حلو ما في زحمة. هذا الوضع هذا الوضع. حلو حلو حلو. هذا يعني خلصنا على كل اللي جواني مساء. هل أنا أخلص مهمتي الآن؟ قبل كانت أسهل. الحين شوية صارت فيها عقدة. 2A 2A المفروض أنها مكتوب 2A. إيوة هذا 2A. نروح شغلها بسرعة. والله فكرة 3D صراحة أنا قبل كنت خايف منها، الحين لا أقدر أقول لكم اللعبة صارت أكثر حماس من قبل. أوكي بعدين حلو خلصنا 4 خطوات. هذا يعني إني راح أروح أطلب استخراج الحين. خليهم يطلعوني. المفروض إنها بالجهة هذه. حلو تمام. الحين كل اللي بي إني وأنا ماشي شوف الأشياء التطوير اللي أوه جتني قبيلة كاملة شفتوها اللي مساها قدام. خلنا نحاش بس. وين الاستخراج؟ المفروض انه هناك. أي واحد طولي علامة عليه. جميل. الله أكبر. هذا شنو؟ أنا وين رحت؟ أنا سويت بنفسي. خل أحاول إنه ما يصيدوني. أوه صادوني والله. صوت واحد صادني. لا ما صادني أحد. هذاك الاستخراج حقي. خل اروح له. في صوت يميني. في صوت يميني. اوه هذول شافوني شافوني. بس ان شاء الله انهم يعني على قولتهم ملاحظة مبدئية. لازم اركض بسرعة لان ثلج قاثني. خل اعبي سلاحي هذا. تمام تمام. يلا 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 يلا. اوكي طبعا سويت استخراج طبيعي بيصيرون يضغطون علي شويه بعد. في وراي احد. خل انادي الطياره. اوكي دقيقتين. اوكي
خلنا ننزل هذول الأشياء اللي بيها. SOS Beacon أقدر نادي أحد ينضم لي إلى لعبتي. يلا اوه لا 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 لحظة لحظة اوه ماي جاد ذبحوني. طبعا ينزلوني جنب المكان اللي انا فيه لان ما يبغوني اموت مرة ثانية. اوه والله كأن مكاني غش. والله كأني غشيت في المكان. حلو الشيء هذا. خلا اوقف لين يجيبون طيارتي. الا اذا كانوا ينطون علي على هذا شيء ثاني. سلاحي هذا سيء شوية. اوكي هو مو سيء، هو بطل احسن من السلاح العادي لانه قاتل زين، بس فكرته هو انه تخلص طلقاته بسرعة. ايوه حلو، احب الغش انا. فضيت المكان. في ناس مني، في ناس هني. ايوه هذا واحد. في جروب جاي. يلا باقي شوية يجون طيارتي. اربع لا هاي تذكير على اني اقدر انزل الشاشة الحين. 30 ثانية على ما تجي طيارتي. لا 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 وين سلاحي؟ خلي يجون خلي يجون خلي يجون بهم يجون انا يجمعون 20 سكندز 20 ثانية على ما تجي طيارتي. شلون اعرف ان طيارتي بعد 20 ثانية تجي؟ يلا باقي ايوه ايوه الله يستر يذبحني هذا. اوه اوكي ما مت. حلو طيارتي تعالوا خذوني. لا 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 موت انت. ايوه مو وقته. عيناتي. اوه عينه واحده بس فيها فشلتي والله. كبر 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 كبر. كذي خلصنا انا وياكم مهمتين، هني انا لازم اوقف، اللي بينضم لي حياه الله. تقدر تدخل سكور، تقدر تضيفني على ستيم، تقدر تضيفني على بلاي ستيشن. توبو تو دبل اندرسكور. توبو اندرسكور اندرسكور. حياكم الله متى ما بغيتوا تنضموا لي. فالحين راح اروح اكمل مهماتي وانتم تشوفون اذا اللعبه عجبتكم او لا. يعطيكم العافيه على المتابعه وان شاء الله اشوفكم في وقت لاحق. سي يو سو سون ماي فريندز.